إلى الشأن الأمني والإنساني في ديالى، حيث عبرت عائلات عن تعرضها لانتهاكات من قبل ميليشيات متنفذة بعد أن قامت بالاعتداء عليهم وسرقة ممتلكاتهم، مهددة إياهم بالقتل إن لم يتركوا منازلهم. وقال مواطنون إنهم وبعد كل تفجير يستهدف المحافظة يمرون بمرحلة من الخوف والقلق الشديدين من انتقام الميليشيات الموالية للقوات الحكومية، لافتين إلى أن التفجيرات تلقي بالضرر على جميع المواطنين ويدفع بالوضع الأمني نحو مزيد من التدهور. أغراضي أخذوا فلوسي، حتى قناني غاز أخذوها ما خلوا عندنا، والله حتى الجدر مال الماي أخذوه، الصوندة من البوري شالوها وحطوا البيكيس بصدر ابني، قالوا له لا تشيل اليوم لا انت رسبيتك قنين زين، الساعة 11 بالليل الصبح صبحنا انهزمنا. هسه والله العظيم نص الليل ما انام، والضغط يصعد عندي، اخاف على ابني وهالواحد، وكما نثايا عندي بالبيت. اذا صير تفجيرات اصير اضرع الكل، علي وعليك وعلى الاخرين، هم مو مستهدف بس اني، يعني بالبلد من يصير بالسوق بسوق تفجير، هو قاصد واحد او قاصد السوق كله؟ قاصد السوق كله، اما عنده اطفال عنده ولد يخاف. والله وضع مو زين، امان ماكو، امان ماكو، يعني هاي الشباب والعالم والدري تطلع الحين مع مين؟ هو واحد بس هاي المعلمين عندنا بشهربان، العالم تطلع بيه بالتسعه اكثر شيء، ما حد يبقى بالشارع بسبب الامان، امان ماكو، لو امان اكو العالم تبقى.